الرحيم في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم فيه طريقة كتابة لفظ الجلالة بالخط الكوفي. والخط الكوفي قايم على التسطير. دلوقتي احنا عاملين مربعات، عملنا مربعات متساوية وعملنا لفظ الجلالة بالقلم الرصاص اهوت الألف سنت ونص، ده سنت ونص في توازن الألف واللام، قد الألف واللام خط الكوفي خط زخرفي في توازن بالمقاس. احنا بنرسم على ورق مربعات اهوت بالقلم في الماستر الالف واللام نفس المقاسات بالتوازن بالسنت. والشكل اهوت في النص شكل مربع اهو زخرفي في النص، الضلع ده قد الضلع المقابل ليه مش المقاس. بحيث ان الجزء اليمين زي الجزء الشمال في لفظ الجلالة عملناه بالقلم الرصاص ومنحسناه اهو بالقلم الف الماستر. وده الشكل مرسوم على ورق وممكن يتعمل على لوحة بالألوان الزيتية بنفس الطريقة، وممكن يتعمل على الحائط وندهنها بالزيت. بعد ما خلصنا بنملى الفراغات بالقلم الفلوماستر الاسود الالف واللام ايد من الفراغات كلها للفظ الجلالة. وخط الكوفي من الخطوط الجميلة اللي قايم على التناظر وسهل جدا، وأي حد ممكن يرسم الرسمة دي. دي مربعات ورق مربعات اهوت وفي تناظر الألف زي اللام اللي في النص، وفي تناظر في الأضلاع نفس المقاسات، مقاس الضلع ده زي مقاس الضلع ده هوت، ده مربع زخرفي اهو في النص. ونملى الفراغ للفظ الجلالة يدي شكل جمالي بالخط الكوفي. نوع من أنواع الخط الكوفي لفظ الجلالة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.